بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي الكرام وأصدقائي الغاليين في كل مكان في قناة نتعلم إنجليزي سوا مع مستر محمد طه في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات شرح كورس مع القوات المسلحة للغات. Today we're going to talk about level 3 unit 2 lesson 2. Now let's begin. Today we have a conversation and reading practices. So it tells us about watches. طبعا النهارده معانا ان شاء الله في الدرس الثاني في الوحده الثانيه من المستوى الثالث معانا طبعا محادثه as you see. طبعا لو نظرك 6 على 6 كمل الحلقه تمام، لو انت شايف يعني الكلمات في البي دي اف كمل الحلقه. عفوا يا شباب، لو انت عذرا يعني مش الدنيا مش واضحه معاك قوي يبقى حاول تستمع وتركز في الاستماع قوي تمام. ففي كل الحالات انصحك كمل الحلقه لانها مفيده واستفيد ان شاء الله. Now let's begin. طبعاً we have two characters or two speakers. First speaker letter A with second speaker بنرمز له طبعاً Mr. letter B. Okay الناس يعني هتحاول تمشي معنا مع السهم كده. طبعاً خلاص عرفنا ان في اثنين متحدثين في المحادثة. طبعاً المتحدث الاول هو letter A والمتحدث الثاني هو letter B. Okay. Now let's begin to read our conversation today. Do you know what time is it? Sorry, I don't. My watch is in the repair shop. Oh, I see. Would it take them long to fix it? It shouldn't. I can pick it up tomorrow after work. Would it cost much to have it fixed? I hope not. It will cost less than a new watch anyway. I don't know how much it will be. They had to order a part. I'd like to get a watch. I had one, but I lost it. When you buy one, get a good one. Cheap watches just don't last. What kind do you think is best? Oh, I don't know. Good workmanship and good materials are important. Do they sell watches at the repair shop? Yes, they do. Why don't you go with me tomorrow night? I'd like to buy, yes, or I'd like to, but I can't. Yes, that's right. I have a date tomorrow night. I have to pick up my girlfriend at 7 o'clock. We'll do it another time then. Yes, I couldn't buy a watch tomorrow night anyway. I'll have to wait. I have to get more money. Yeah. دي طبعا كان الديالوج اللي معانا النهارده. مثلا يعني نتخيل ان شخص بيتحدث الى صديقه والشخص ده وليكن مثلا اسمي اي اسم، الفيرست سبيكر احمد مثلا والسكند سبيكر باسل وات ايفر. فطبعا المتحدث الاول قال له Do you know what time is it now؟ Yes. يعني بقول له يعني تعرف الساعه كام دلوقتي؟ تقدر تقول لي الساعه كام؟ يعني زي ما احنا بنقول له What time is it now؟ please yes that's right. فهو بيطلب منه يعرف التوقيت او الساعه كام دلوقتي. فالطرف الثاني رد عليه قال له sorry I don't. read the سبب my watch is in the repair shop. الساعه بتاعتي في محل الساعات للتصليح تمام. قال له yeah فاهم ادرك هذا. oh I see yeah. will it take them long to fix it؟ طيب يعني هي بيقول له هتاخد وقت طويل عشان تصلح؟ انت مالك يا عم؟ سالته على الساعه وقال لك مش معايا الساعه دي بتتصلح في محل الساعات تمام؟ لكن هو مصمم هي هتاخد وقت طويل للتصليح. yeah. will it take them long to fix it؟ فقال له it shouldn't. yeah. I can pick it up tomorrow after work. قال له يعني مش المفترض ان هي تاخد وقت طويل للتصليح، بامكاني ان شاء الله فيما معناه ان انا اخدها يعني بكره يا بعد الشغل كده بعد ما اخلص شغل ان شاء الله. هو بيقول له كده فيما معنى الكلام I can pick it up tomorrow after work. قال له well it cost much to have it fixed. ده مصمم بقى يسأل على اللب واللي زرعه تمام. طب هو هيكلف كتير للتصليح؟ هو بيقول له كده الله يهب نوت يعني ما تتوقعش كده لا اتمنى ذلك يعني ما تفولش في وشي يعني 5 جنيه خيرهم تمام. فهو بيقول له هتاخد فلوس كتير يعني تكلف كتير للتصليح. فقال له اي هوب نوت.
it cost less than a new watch. على انه يعني عايز اقول له anyway yes. على اي حال هي هتكلف تكلفة بتاعتها تبقى اقل من لما تشتري ساعة جديدة. Yeah, that's right. هو عايز يقول له كده. I don't know how much it will be. لكن انا تحديدا مش عارف هياخدوا كام تحديدا. زي ما بقول لك اديهم 5 جنيه اخره. تمام؟ لو الساعة اشتغلت. طيب. They had to order part. Yeah. انما هم طبعا يعني had to order a part. يعني من الضروري ان هم كانوا المفروض ياخدوا ايه جزء يعني كده ويطلبوا جزء من ثمن تصليح الساعة. Yeah, this right. So I'd like to get a watch. قال له انا يعني حابب ان انا اجيب ساعة. I had one but I lost it. ده اللي بيسأل على الساعة اللي هو الطرف الاول احمد مثلا. تمام؟ قلنا نسميه احمد. قال له والله يا اخي انا نفسي اجيب ساعة. انا كان معايا واحدة بس بعيد عنك بقى ضاعت مني. تمام؟ فبيقول له I had one يعني كان معايا ساعة but I lost it. yeah. اللي هو ضاعت خلاص عليك يعوض عليك ربنا بقى. تمام؟ فالطرف الثاني قال له when you buy one get a good one. لما يعني تشتري ساعة تحب تشتري ساعة انصحك انك انت ايه get a good one. yeah. يعني اشتري ساعة تكون كويسة ما تسترخص. تمام؟ yeah that's right. فطبعا المستر هنا قال له she watches just don't last. قال له يعني انت عارف الساعات الرخيصة ملهاش لازمة يعتبر. يا ازاي الكلام ده؟ she watches just don't last يعني الساعات الرخيصة طبعا ما تستحملش ما بتطولش. اجيبها كده اسبوع اتنين تلاتة شهر اوب باظت. تمام؟ طيب طبعا انا بحب يعني اشرح وكأني قاعد في الكلاس بحيث المحاضرة واللقاء يبقى سلس ومرن وانت مزهقش من الفيديو. تمام؟ What kind do you think is best؟ قال له طب يعني ايه النوع اللي تعتقد انه افضل يعني لما اجي اشتري ساعة؟ انت بتقول لي ما تجيبش ساعة رخيصة. الساعة رخيصة ما بتطولش. don't last. yeah. yeah don't last. okay. so what kind do you think is best؟ طب ايه النوع اللي تعتقد انه افضل بقى؟ خد بقى نصيحة المعلم باسل. قال له ايه او الطرف الثاني بيه؟ قال له اوه اي دون نو. امال انت بتقول له بقى رخيصة ومش رخيصة ملاش لازمة وهو بيسألك على افضل نوع بتقول له ما اعرفش. تمام؟ اي دون نو. جود ورك مان شاب. لكن هو اداله حاجة حلوة برضو ده نصيحة كويسة. بيقول له جود ورك مان شاب اند جود ماتيريال. يس ذس رايت. طبعا بيقول له هنا في جودة تصنيع وجودة المادة الخام are important. yeah. يعني مهم جدا انك لما تيجي تشتري ساعة بتبص انت طبعا على ال workmanship والmaterial. yes that's right. ودي طبعا حاجة مهمة لما تيجي تختار ساعة. do they sell watches at the repair shop؟ طب بقول لك ايه هم بيبيعوا ساعات في المحل التصليح اللي انت روحته ده؟ yeah. بالبلد كده. yeah. قال له yes they do. بيبيعوا ساعات هناك. تمام؟ هم بيبيعوا ايه؟ سندوتشات كشري. yes they do. قال له why don't you go with tomorrow night يعني or with me tomorrow yes with me tomorrow night. yeah. يعني تحس الحوار بتاعهم كوميدي. why don't you go with me tomorrow night؟ هو بيقول له يعني فيما معناه هو طب ليه ما تجيش معايا. طبعا ده اقتراح. why don't يا شباب why don't you plus infinitive يعني ان صحت التسميه بنقول عليه infinitive. لكن يعني الادق يا شباب نقول root verb stem verb. yes ask the verb اللي هو الفعل انت بتقول عليه من غير اضافات. اوكي okay. infinitive دي يبقى تو فعل من غير اضافات. لكن يعني جرت العاده بنسميه في العالم العربي مصدر. يلا تمام فما فيش مشكله لو قلنا مصدر. فطبعا من اساليب الاقتراح زي ما احنا شايفين why don't we why don't you plus the simple form of the verb اصل الفعل يا شباب والشكل البسيط للفعل انت بتقول عليه مصدر الفعل بدون اضافات لعمل اقتراح. فهو بيقترح على صديقه why don't you go with me tomorrow night. طب ليه ما يعني ما تجيش معايا ايه رايك فيما معناه ليه ما تجيش معايا بكره بالليل فيما معناه كده نروح كده نشوف الدنيا دي. طبعا الطرف الاول قال له I'd like to but I can't. انا والله نفسي اعمل ده بس مش هقدر. I have a date tomorrow night. انا عندي ميعاد بكره بالليل. ايه الميعاد؟ I have to pick my girlfriend at 7 o'clock. لازم يعدي على صديقته وعنده موعد مع صديقه له في تمام الساعه 7. ده محترم. تمام؟ طيب الطرف الثاني اللي هو رمزنا له باسل يا قال له we'll do it another time then.
خلاص ما فيش مشكلة. ايه رأيك يعني فيما معناه برضو احنا نعمل ده في وقت تاني يعني فيما معنى الكلام. Yes. Well, يا شباب هي اختصار هنا طبعا we will do it another time there. Yeah. طرف الاول رجع له yes. Oria. I couldn't buy. عندك تمام ما فيش مشكلة وقت تاني هكون حلال فحلال تكون فورجت. ليه بقى بيقول له كده الطرف الاول yes. I couldn't buy a watch tomorrow night anyway. انا على اي حال مش هقدر اشتري ساعة بكرة بالليل. I'll have to wait. Yes, I'll have to wait. طبعا ده ضرورة مستقبلية يا شباب. الناس اللي تابع معانا الجرامر من الاول والكارس من اوله. ضرورة في المستقبل. بيقول له يعني سوف يجب علي ان انتظر. تمام. سوف يكون او سوف يكون من الضروري ان انتظر. ليه؟ الراجل معهوش فلوس كفاية. فبقول له ايه? I have to get more money. Yes. يعني عايز فلوس لسه ما كملش بقى يعني. تمن ان هو يقول يا رب هجيب ساعة. طيب. اهم الكلمات اللي معانا وردت معانا في الديالوج anyway repeat after me. يعني لو انت قاعد معايا لسه معايا في الفيديو لغايه دلوقتي اقرا معي anyway 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 sheep sheep yeah just right مع السهم كده هنا yes sheep long long order order part part work work workmanship workmanship. ايه الكلمات دي يا مستر؟ نتعرف عليها بشيء من التفصيل. So لما بنقول anyway على اي حال. So like exactly when I say in any case or at all events at any rate anyhow. Yes, that's right. نسيت واحدة تفتكر الثانية تفتكر الثالثة. حاول تعود الشباب الكرام متابعيني في الكورس. حاول تعود نفسك يعني انا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بيقدرني من وقت فبحاول اديك الطرق وادوات اللغه. عايزك انت تعوم. عوم ازاي مستر عوم؟ تلاقي مصطلح زي كده مثلا يعني في درس زي كده في مصطلحات هو جايبها اسفل الديالوج او القطعه واتيفر. ادخل على الدكشنري شوف السينونيمز الانتونيمز وعوم. عايزك تبقى بحر في اللغه. تمام. فانا بديك ادوات اللغه لكن ما تعتمدش على الشرح ده بس. نصيحتي لك. تمام. سو the second one الكلمة اللي معانا التانية sheep. طبعا احنا عارفين يا شباب ان كلمة sheep رخيص. opposite expensive. So when I say sheep like when I say an expensive. Yeah. In an expensive. In an expensive. In an expensive. اللي هو عكس طبعا expensive اللي هي غالي يبقى نقول رخيص. So maybe a mister when something is sheep like handy. Yes. To get it. Yes. Cashy. Scrumpy, yes, easy to get it, yeah, that's right. The third one, or the next, كلمة part, yes, portion, sign, aspect, دي طبعا من معاني part. عندنا كلمة work, yes, work, عمل. So what does it mean work? Business, yeah, career, 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 labor, task, action. Profession, yes, that's right. كل دي طبعا من معاني work, عمل. Yes, when we say workmanship, workmanship. So like when I say handicraft, cleverness, skill, craft, okay? Yeah, that's right. طبعا لو دخلت كده مثلا بصيت على كلمة زي order كده عشان بقول لك انت عشان كده انا بقول لك عوم. انا بديك ادوات اللغة وانت تعوم. ازاي مستر؟ ادخل مثلا كده على الديكشناري whatever وانجليزي عربي او انجليزي انجليزي وشوف كلمة order ليها كم معنى. ليها حوالي 150 معنى. تمام. و150 كلمة تسويها ايش؟ يطلب طلب يأمر امر ينظم نظام لا بلا بلا يرتب ترتيب هيصة. فطبعا يا مستر هي دي اللغة. لازم طبعا لما بتقابلني كلمة وأحس إن هي مهمة طبعا وهستخدمها كتير وبنستخدمها كتير ودرجة في المعاملات اليومية والحياة اليومية لازم اهتم بيها. فمثلا من معاني كلمة order يطلب طلب. So when I say order like request demand. So when we say demand or request seek require ده يطلب طلب. طيب وكلمة order بتيجي بمعنى أمر. Command yes. Decree instruction. Also when we say order maybe a mister it means system
arrangement or method or يرتب زي ما قلنا arrange يعني. اوكي طبعا دي كانت اهم الكلمات اللي وردت معانا في الديالوج. تقدر توقف الفيديو وتذكرهم وتكتبهم وتتدرب عليهم. تمام طب نتدرب عليهم ازاي يا مستر؟ انا بنسى الكلمات دي. لا خد النصيحه واسمع الفيديو للاخر لو انت عايز تتعلم انجليزي. القناه دي للناس اللي ايه مش اللي بتزهق وتمل من اللغه، لا ده واحد انا عاملها للناس الهاويه زي حالتي كده. تمام وكمان احنا ما بنستفيدش مع بعض كتير، احنا لو استفيد مع بعض يبقى مش هنخلص. تمام لكن احنا بندي المهم اللي هو يوقفك على ارض صلبه في اللغه. تمام فهنا مثلا كلمه لون طويل طبعا المده والمسافه. تمام طيب عندنا يا مستر هنا ازاي بقى امارس ده يا مستر او امارس؟ انا بنسى، بشتكي ان انا بنسى كلمات كتير. مش عايز تنسى الكلمات او بسرعه يعني، يبقى عليك ببراكتس اهو زي ما انت شايف. بيقول لي هنا vocabulary yes is right as you see vocabulary practice yes is right anyway، فبتحطها في جمله اتنين حوار زي كده لا بلا بلا. As you see I couldn't buy it anyway I don't have the money. ده هنا حط بيقول انا لا استطيع شرائها على اي حال، ما مش معايا فلوس كفايه مثلا او انا ما معيش فلوس. يا I don't have the money، يبقى انت كده عرفت anyway على اي حال. طبعا انت تكمل يا مستر عندك امثله كتير. تمام حتى لا اطيل على حضراتكم اكتر من كده، انما الامثله هي اوريدي مكتوبه. تمام مثلا كلمه زي كلمه sheep this pencil costs 5 cents it is sheep. طبعا احنا قلنا sheep handy to get it easy to get it poor yes it's right cushy scrappy. طبعا دي كلها معاني لsheep اللي هو رخيص. inexpensive yes inexpensive اللي هو مثل غير طبعا expensive غالي. طبعا inexpensive يبقى مثل رخيص طبعا تساوي هنا شيء العكس expensive. inexpensive طبعا اللي هي عكس expensive اللي هي رخيص. تمام long yes it takes long time to learn English يعني تستغرق وقت طويل لتعلم الإنجليزية. Yes, that's right. فهنا احنا قلنا long طويل للفترة أو حتى للمسافة. Yes, it is a long trip from here to your home. يعني بقول له دي مسافة طويلة من هنا لغاية بيتكم. تمام. This is too long to read. Yeah. Okay. Order. Yes, order. Did you order a suit from the store? بيقول له أنت طلبت بدلة من ال هنا. Yes, هنا يطلب yes. قلنا جايه في السياق حسب ما يجي معناها في السياق يا شباب. تمام الكلمه تختلف واختلف معناها من سياق لسياق اخر. تمام ومن نص لنص. Did you order suit from the store? He ordered a part for my car. Yes, it's right. Part طبعا هنا جايه نوين. مثلا لما بنقول cars have many parts يعني السيارة بها أجزاء كثيرة. Yes, that's right. So you can say so many sides جوانب وأجزاء وأركان. Yes, that's right. So we can say work. طبعا Mr. Work he does good work. طبعا شرحنا كلمة work لها معاني كثيرة منها مثلا كلمة business. Yes, that's right. He does good work for us or task. كل دي معاني الwork يا شباب. Workmanship طبعا workmanship this is a good car the workmanship is good the cleverness جودة العمل skill yes it's right. ودي مهمة جدا لما نيجي نشتري اي حاجة. طبعا اللقاء القادم ان شاء الله يبقى معانا reading tells us about travel in the United States of America تبقى قطعة عن السفر في الولايات المتحدة الامريكية فيها كلمات وسينونيمز ومعاني ونحاول نشوف كمان الانتينيمز ان شاء الله فيها للمعاني اللي واردة معانا. فحلقة هتبقى مهمة جدا 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 يا ريت الناس تنتظر وتتابع الكورس ده ثالث يعني بص هيخليك في حتة تانية تماما يعني غير مستواك 180 درجة. تمام فكورس دسم ومهم ويعتبر لامم لك اكثر الجنرال في اللغة الانجليزية اللي انت ممكن تعتمد عليه في المستويات الجاية وفي حياتك كلها. تمام طبعا ما كان مني من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. انا عندي برد والله فلو اخطأت في حاجة فسامحوني
يعني يعني كل انسان معرض للخطر، والبرد فعلا بهدلنا بجد يعني. فالحمد لله على كل حال، دعواتكم لنا بالشفاء. الى ان نلتقي، كان معكم مستر محمد طه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Now thanks a lot and goodbye.